أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مبارك بعيد اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم العالي بجمهورية مصر العربية الدكتور وائل الديجوي الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى المغرب. كانت أيضا فرصة لتشجيع عدد الاتفاقيات المتواجدة حاليا ما بين البلدين خصوصا فيما يخص البحث العالي. أذكر أن كانت هناك لجنة مشتركة وزارية في يناير 2014 والتي أيضا كانت توجهت في نفس المسار وهو مسار تقارب أو تقوية التعاون ما بين البلدين. تباحثنا في النقاط اللي احنا عملنا لها مشاريع انتهت وبنقيمها، ثم المرحلة الثانية دعوة إلى مشاريع جديدة تهدف إلى الدعم في البحث العلمي في مجالات عدة، منها الطاقة الجديدة والمتجددة، منها الزراعة، منها الصحة. ويأتي هذا اللقاء بالموازاة مع انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الفنية المغربية المصرية للتعاون في مجال البحث العلمي بمكناس، وهو الاجتماع الذي خصص أساسا لتقييم البرنامج الأول لبروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجامعات المغربية والمصرية.